بسرعه جدا. رجعنا فقره حائط صدري. ليه رجعنا فقره حائط صدري؟ لانه اللي بيحصل على الساحه الرياضيه خلال الفتره ديت هو امر غير مقبول. الموضوع زاد عن حده. بالرغم من ان الاجواء الرائعه في الفتره الاخيره الا ان الناس دايما بتعمل ازمه وبتحب تعمل ازمات وتثير الفتن. من المفترض ان الناس يكون عندها مسؤوليه. الفتره دي منتخبنا عنده مهمه وطنيه، لازم الناس كلها تركز مع المنتخب اللي عنده مباراتين في غايه الاهميه وفي غايه الصعوبه. طيب الاعلام الرياضي مركز في ايه؟ الاعلام الرياضي مش مركز في حاجه غير لعيبه الاهلي، وكل واحد طالع يزايد على اللعيبه، وكل واحد بيهاجم نجوم النادي الاهلي. والحقيقه انا بشوف ان ده مش مسموح. واحنا قناه النادي الاهلي لغايه لما الواحد يمشي من هذا المكان دائما هنكون حائط صد ضد اي هجوم على لعيبه النادي الاهلي. وبنقول لاصحاب الترندات، الناس بقت فاهمه وعارف انتوا بتعملوا كده ليه وعشان ايه. لانه واحد، من غير كلامكم على لعيبه النادي الاهلي مفيش حد هيتفرج عليكم اصلا، ومحدش فيكم هيشتغل في اي فضائيه. الشله اللي احنا دايما بنتكلم عنها، الهجاس والمطرود وغيرهم، هيقعدوا في بيوتهم ويقعدوا يالفوا قصص. لازم يقعد يالف قصص وحكايات من وحي الخيال، والله من وحي الخيال. مره قال لك قفشه لم شنطته والراجل طلع نفى هذا الكلام امبارح، مره قال لك الشناوي وشوبير مسكوا في خناق بعض، مره قال لك اصل امام وكهربا مش عارف عملوا ايه مع بعض. يا جماعه، هل الكلام ده من الطبيعي ان احنا نسمعه ونسكت؟ في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا جميع خبراء التحكيم في تونس قبل مصر اكدوا عدم احقيه الترجي في اي ركله جزاء، سواء الكره اللي لمست، اللي بيتقال ان هي لمست ايد امام عاشور، او الكره الثانيه بتاعت كريم فؤاد اللي بيتقال ان هو عرقل اللاعب. لكن الناس كلها اجمعت سواء في تونس او في مصر او تونس قبل مصر ان لعبت هناك لاعب من الترجي اهوله على ما اعتقد كان يستحق الطرد في الكره اللي تدخل فيها مع مروان عطيه. ولكن الهجاص والمطرود عكس الناس، وزي ما قلت لحضراتكم هما دائما ما بيمشوا عكس الاتجاه، لانه بيحاولوا يدافعوا عن حقوق وهميه للترجي. اللي مسؤولين الترجي نفسهم معترفين بانهم الكره دي ليست ضربات جزاء. في بعض الاوقات الوجوه دي في الاعلام مطلوب انها تختفي، بلاش يختفوا، مطلوب ان هم يتكسفوا. عارف هقول لك حاجه، ممكن كولر يقعد 4 5 سنين في النادي الاهلي مثلا، يعني ما اعرفش، ولكن ممكن كولر يقعد مده تعاقده مع النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، ولكن الناس دي بعد 4 سنين الهجاس والمطرود والناس دي، لو كولر قعد سنتين كمان، بعد سنتين وكولر مشي مثلا، يقول لك ايه؟ مش انا قلت لكم اهو فشل. مش هو ده اللي بيحصل؟ مش هو ده اللي انتوا بتسمعوه؟ مش هو ده الفيديوهات اللي حضراتكم بتفتحوها، ومش حضراتكم، بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيفتحوها علشان يكتروا الكلام على هذا الامر؟ وللاسف الشديد البرامج بتجيبهم تسالي لب. انا بالليل لما بروح بقعد اكل لب، او بقعد اتفرج على هذه الفيديوهات، لانه اللي بيتقال من حق اي حد مره ثانيه وثالثه وعشره ومليون يتكلم عن النادي الاهلي او ينتقد اداء النادي الاهلي، ينتقد كلمه اتقالت، ينتقد حد حاجه من مجلس الاداره، ينتقد قرار، ينتقد، كل واحد حر. ولكن مجرد ان انت بتخوض في اعراض وبتقول كلام هو غير صحيح، كلام ما يصحش، لانهم لو ما جابوش سيره الاهلي المشاهده هتكون عندهم 1000000%. جماهير الاهلي عارفينهم، حافظينهم، حافظين الهجاس، حافظين المطرود، حافظين الهجس بتاعهم، حافظين اللي اتطرد من الاهلي ليه، معروف انه حاقد ليه، وكان نفسه يرجع، والحمد لله ما عندناش مثل هذه الامور. ولكن عدم رجوعه ورفضه اترفض لسلوكه المعروف اللي بسببه اتطرد من ناشئين النادي الاهلي. وانا هنا ما بقولش سر، حضراتكم مهما قلتوا او اتكلمتوا كالعاده كالعدم،
كالعادة كالعدم، لا وجود لكم. من فضلكم حاولوا تواكبوا الأحداث، حاولوا تتكلموا إعلام، حاولوا تتكلموا عن يعني إيه كلمة إعلام. أنا واحد من الناس بقرأ كتير جدا 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 في هذا الأمر علشان أعرف إيه اللي بيحصل. لما تروح تاخد دبلومة في الإعلام أو اعمل كده، على فكرة اعمل وحاول تشوف وحاول تتعلم، مش عيب على فكرة، كلنا عملنا كده وعملنا وبنعمل.